كل عام وانت بخير. النهارده عيد الاضحى ولسه ما زال الاعتصام مستمر. الشيخ عمر عبد الرحمن، ما فيش اي جديد؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله بالصحه والسلامه، وتقبل الله منا ومنكم وبارك الله فيكم، ونسال الله ان يكون هذا العيد عيد فتح ونصر للمسلمين، ويكون بشائره التمكين لدين الله عز وجل في الارض، سواء في مصر او في البلاد العربيه كلها ان شاء الله. اما بالنسبه لقضيه الشيخ عمر عبد الرحمن، احنا طبعا ما زلنا في اعتصامنا منذ ما يزيد عن 80 يوما، بنفعل هذا الامر بمؤتمرات وندوات، وسواء بيطرق حاجه على 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 الساحه طبعا بنفعلها. الجديد في الامر اننا فوجئنا بيعني صفقه قد مرت بين ايدينا، صفقه باهته، وهي صفقه إيلان جرابل، حيث ان وجدنا ان المجلس العسكري والمخابرات العامه بدلا من ان تكون هذه الصفقه الثمينه، وهو حيث ان إيلان جرابل احد الضباط البارزين في الجيش الامريكي ثم الجيش الاسرائيلي، وعمل في حرب لبنان، وهو احد خريجي دفعه كليه القانون الامريكي، او حصل ترتيبه الثاني على الدفعه، اي انها صفقه قويه. وعلى الرغم من ذلك فوجئنا بهذه الصفقه التي يخرج من خلالها 25 شخص من السجناء المصريين، الذين يعني كلهم من المخدرات، ولا يعني من انه في النهايه مصري، لكن القضيه احنا بنقول العدد. انتم قد قمتم بصفقه قويه مع بين حماس واسرائيل، يعني قدرت بما يقرب من 1027 مقاوم، انظر الى كلمه مقاوم فلسطيني، وابت حماس ان يكون من بينهم جنائي واحد، وكل من المقاومين وعلى راسهم عاميه الاسيرات احلام التميمي التي يعني حكم عليها بما يزيد عن 400 سنه، وكلهم خرجوا بفضل الله عز وجل ثم بجهود المخابرات العامه. فكنا ننتظر ان تكون الصفقه التي بين ايدينا، اذا كان داود جلعاد شريط جندي اسرائيلي ولم يكن حتى جاسوس، اما جلعاد ايران جرب فهو جاسوس ويعمل ضابط وعمل في الجيش الامريكي ثم الجيش الاسرائيلي، فضلا عن ان الصفقه اصلا في حقيقتها هي صفقه امريكيه وليس صفقه اسرائيليه، لانه حينما سئل هل يتعامل بالجنسيه الاسرائيليه ام الامريكيه قال اتعامل بالجنسيه الامريكيه، وهذا معناه في المفهوم الامني ان تكون الصفقه امريكيه بحته، ولا يمنع ان تكون هناك اضافيات اخرى ممن يعني امريكا تكون لها علاقات بهم، لكن الاصل فيها وكانه ليس لها سجناء في امريكا. فنظرنا الى هذا الموضوع فيعني للاسف وجدنا ان هذه الصفقه هي صفقه باهته ونقطه سوداء في تاريخ المخابرات العامة والمجلس العسكري. ونحن يعني قمنا بما يزيد عن مؤتمرين، المؤتمر تحت عنوان أمريكا خلف جواسيسها فأين مصر من علمائها، والدكتور عمر عبد الرحمن وأسرته بين إرهاب مبارك في الداخل وأمريكا في الخارج. أردنا أن نفعل، لكن للأسف حتى أن كثير من الطائرات الأخرى المختلفة يعني فكريا مع الشيخ عمر عبد الرحمن اعترض شديد جدا، بما فيهم القنوات دريم والمحور والحياة وغيرها، اعترضوا يعني مقدمي البرامج على هذه الصفقة بهذا الشكل، وألا يكون من بينها الشيخ عمر عبد الرحمن، حيث أن الجميع الآن بفضل عز وجل ثم بتواجدنا هنا في الاعتصام، هذا هو الجديد، أن نحن نفعل بين يوم وآخر قضية الشيخ عمر عبد الرحمن ونعرضها للرأي العام الذي يعني كان يعني مظلوما في نظام مبارك عن علمي بقضية الشيخ عمر عبد الرحمن، حيث أنه الشيخ عمر عبد الرحمن إذا ذكر التصقت به الإرهاب، وتبين أن القضية الحقيقية هو الإرهاب هو حسني مبارك لا الشيخ عمر عبد الرحمن. فحينما خرجنا للنور وخرجنا للرأي العام أثبتنا أن الشيخ عمر عبد الرحمن ما ليس له جريمة إلا أنه كان يقول مثل ما قال الثوار، فما هذه الثورة التي حدثت في مصر إلا سنة حديثة قديمة استناها الشيخ عمر عبد الرحمن منذ أمد بعيد، كان يقول لا للدكتاتورية، لا للحزب الأوحد، لا للفرد الأوحد، أين إظهار لها مبارك ذمم الكرمالية، هذا هو ما يقول الشيخ عمر عبد الرحمن إلا قاله الثوار الآن، لكنه للأسف كان يقول في وقت لم يكن أحد معه إلا ندرة نادرة، ولذلك استطاع حسني مبارك أن يستفرد به وأن يصفه بالإرهاب. فالحمد لله الذي يعني مكن لهذه الثورة المجيدة التي جعلت مثل عمر عبد الرحمن يظهر إلى النور، ونخرج لنبين الرأي العام الذي بتبعيتي وبفطرة الشعب المصري السليمة أنه بدأ يتعاطف معنا ويتعاون معنا ويعلم قضية عمر حن يعني قضية فيها إنصاف، وأنه ثائر قبل الثوار، وده اللي احنا الحمد لله بقول إن زي ما بقول كل تأخير فيها خيرة. تخيش عمر حان ربما هذا العلم عند الله عز وجل حتى يعني نزيل كل غبار الشبهات التي كانت حول الشيخ عمر عبد الرحمن. ويذكرني هذا بحديث سيدنا يوسف عليه السلام لما اتهمه دخل في سجنه، دخل باتهام انه يعني هم بامرأة العزيز، لكنه في الحقيقه ان امرأة العزيز هي اللي اهتمت به، كما حدث في مبارك الشيخ عمر حان اتهم بالارهاب في حين ان مبارك هو الارهابي الحقيقي. فكذلك سيدنا يوسف لما اراد ان يخرج قال لا ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. القضيه
خلينا اخرج بس القضيه ان الاول تبرأ ساحتي. فلما سالوا قال قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ثم اعترف ضمانة العزيز وقال انا حصلت الحق انا راودته عن نفسي. النهارده من خلال ايام قليل جانا شاهد عيان كان يعمل في الخارجيه في نظام مبارك ثم عمل في الامم المتحده وكان مبعوث في الامم المتحده وقال انا ممن يعني عرضت واغريت بالمال حتى اوقع بالشيخ عمر عبد الرحمن. اتى الي ناس في السفاره المصريه في واشنطن وفي نيويورك تحديدا و يعني كنت انا ممن ارادوا ان يجندوني ان اجمع الاشياء للشيخ عمر عبد الرحمن وان اوقع بالشيخ عمر عبد الرحمن، لكن انا ابيت ان يكون مالي وان يكون دخلي من هذا الامر الذي فيه ظلم بين لرجل بريء كل البراءه. وظهر الان ليبين الراي العام ان الشيخ عمر عبد الرحمن فعلا قد حاول مبارك مرارا وتكرارا ان يوقع بالشيخ عمر عبد الرحمن، وكان لدينا في السفاره نعم يعني عملاء يعملوا في المخابرات وارادوا بي ان يزوجي، وحينما رفضت ذلك كان مقابل ذلك أنني فصلت من عملي على الرغم من أنني لو قمت بهذا العمل كانت عرضت علي الدنيا كلها بحذافيرها، لكنني أبيت أن أضع في أولادي يعني قرشا من الحرام، وكان نتيجة ذلك أنه ظلم كما ظلم الشيخ عمر عبد. فالحق ما شاء به الأعداء، وكما قال وشهد شاهد من أهلها هو دل. الحمد لله كل يوم بنأخذ جديد. امبارح يوم الجمعة أو الأمس أتت إلينا قناة السيدين انظر يعني باستمرارنا وتفاعلنا CNN عرضنا عليها مرارا وتكرارا أن تأتي هنا إلى مؤتمرات عدة حتى تفعلها أبد. اليوم باستمرارنا وبتفعل القضية حتى ظهرت للساحة وبفضل الله ثم جهود الإعلام أمثال فضيلتك وغيرها يفعل هذا الأمر الرأي العام، أرغموا الأمريكان أن يأتوا هنا وأن يقوموا بعمل حديث صحفي معنا ويعرضوا بحقيقة الأمر وينظروا بعين الحقيقة والإنصاف من هو عمر عبد الرحمن الذي لوثه النظام الفاسد المبارك ووافقت عليه أيام كلينتون أن يوقع بالشيخ عمر عبد الرحمن. النهاردة الحمد لله جات السي إن إن وصورت معنا حديث مطول وأتت لخطبة الجمعة وصورت حديث الجمعة كامل ثم قامت بحديث معي ومع الشيخ عبود الزمر لتبرز للرأي العام الأمريكي وللشعب الأمريكي حقيقة الشيخ عمر عبد الرحمن. ده هو الجديد في الموضوع، إن يوم بعد يوم الحمد لله في انطلاقة جديدة وكل يوم بنكسب أرض في علم الشيخ عمر عبد الرحمن حتى حينما يرجع إن شاء الله يرجع عودة الفاتحين المنتصرين. شبكة يقين تتمنى يعني وجود الشيخ عمر عبد الرحمن في مصر في القريب العاجل ان شاء الله. الله يكرمك يا استاذ عمر. سلام عليكم. السلام ربنا يتقبل منك يا استاذ. سعدنا بيك والله. ربنا يبارك فيك والله. السلام عليكم. ربنا يتقبل منك. انتم مكتبين.